هل تساءلتم يوماً ما إذا كان القرآن قد تعرض للتغيير؟ هل هو نفسه الذي نزل قبل 1400 عام؟ هذه الأسئلة تطرح كثيراً في النقاشات والأفلام الوثائقية وتدور في أذهان الناس. يشكك الكثيرون في أصالة القرآن، مشيرين إلى أجزاء من المخطوطات القديمة واختلافات القراءة في مناطق مختلفة، حتى أنهم يستدلون بالتاريخ السياسي كدليل على تغيير القرآن. لكن المسلمين حول العالم يؤمنون إيماناً راسخاً بأن القرآن هو الكتاب المقدس الوحيد الذي حفظ بشكل كامل، فكل كلمة وكل حرف فيه باق كما أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن في عالم تسيطر عليه البيانات والأدلة الرقمية لا يكفي الإيمان وحده، لذا فإننا نطرح أسئلة صعبة ونخضع القرآن للتحليل باستخدام التكنولوجيا الحديثة، مثل تحليل الذكاء الاصطناعي ودراسة التناسق اللغوي ومقارنة المخطوطات القديمة. في هذا الفيديو سنتساءل، هل حفظ القرآن معجزة حقيقية أم أنه مجرد أسطورة تنتقل عبر الأجيال؟ سنرى كيف توصلت التقاليد الشفوية وبيانات المخطوطات القديمة والتحليل الإحصائي المدعوم بالذكاء الاصطناعي إلى نفس النتيجة. إنها رحلة لا تفوت، فهل أنتم مستعدون للبدء؟ عندما نتتبع أصول القرآن الكريم وكيف بدأ، سنجد أن أحد أكثر جوانب حفظه إثارة للدهشة هو النقل الشفهي. ففي ذلك الزمان، حين كانت الكتب نادرة ومواد الكتابة شحيحاً، بدأ حفظ القرآن الكريم عن طريق الحفظ. بدأ كل شيء مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي تلقى القرآن الكريم وحياً من الله تعالى عن طريق جبريل عليه السلام. لقد حفظ كل كلمة منه ونقلها شفهياً، مما ضمن نقلاً دقيقاً للكلمات دون أي خطأ. ثم قام بنقل هذه الآيات إلى أصحابه رضوان الله عليهم، الذين حفظوها بدقة متناهية. وعلى مدى 23 عاماً من نزول الوحي، ضمنت سلسلة القراءة المتواصلة هذه أن يبقى القرآن الكريم على حاله كما أنزل دون أي زيادة أو نقصان. ولم يقتصر هذا الأمر على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاليوم يواصل ملايين المسلمين المعروفين بحفظة القرآن الكريم، مما يضمن بقائه محفوظاً كتابياً وشفهياً. ويضمن هذا التقليد الحي الذي ينتقل من جيل إلى جيل حفظ القرآن الكريم في قلوب وعقول المسلمين حول العالم، ويضمن أصالته للأجيال القادمة. إن معجزة الحفظ ليست صدى للماضي فحسب، بل هي حية وحقيقية اليوم أيضاً. تخيلوا معي، الملايين من الناس حول العالم شباباً وشيوخاً يتلون نفس الآيات التي لم تتغير لأكثر من 1400 عام، سواء في قرية نائية في إفريقيا، أو في مدينة مكتظة بالسكان في آسيا، أو في أي مكان آخر في العالم، يتلوها الحفظ كلمة بكلمة وحرفاً بحرف. إن هذا التقليد العالمي والمتسق في الحفظ هو أحد أقوى الحصون التي تحمي هذا الكتاب المقدس من التغيير. لا يوجد كتاب مقدس آخر في العالم لديه مثل هذا التقليد القوي والواسع الانتشار للنقل الشفهي. يؤكد القرآن الكريم هذه الميزة بقوله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ سورة القمر الآية 17. هذه المعجزة لا تتعلق فقط بالذاكرة الاستثنائية، بل تتعلق أيضاً بالتفاني اللامحدود للإيمان. فبالنسبة للمسلمين، الحفظ ليس مجرد إنجاز فكري، بل هو صلة روحية عميقة مع الله. إنه عمل من أعمال الحب المقدسة، تجسيد الرسالة الإلهية في القلب، وعيشها يومياً، وقراءتها، والتفكر فيها، وحمايتها. وهذا الإخلاص الراسخ هو ما يبقي القرآن كاملاً ونقياً وحياً في كل جيل. لنخطو الآن خطوة نحو المستقبل، ونستخدم التكنولوجيا المتقدمة لقياس هذا التفرد. بفضل الذكاء الاصطناعي يمكننا تحليل دقة القرآن الكريم كما لم يحدث من قبل. لقد قمنا بتحليل بيانات آلاف القراء من جميع أنحاء العالم، من ثقافات ولغات مختلفة. النتائج مذهلة حقاً. يكشف الذكاء الاصطناعي أن القرآن يقرأ بدقة شبه مطلقة،
على الرغم من هذا الاختلاف الجغرافي والثقافي الهائل، فاللفظ والإيقاع وحتى أدق تفاصيل النص بقيت كما هي في جميع أنحاء العالم. فما هو احتمال حدوث ذلك دون أي تغيير على مدى هذه الفترة الطويلة؟ يكاد يكون معدوماً، لكنه حدث. إن هذا التقليد الشفهي الاستثنائي المحفوظ في قلوب الملايين هو دليل على مكانة القرآن الفريدة في التاريخ. ولكن هذا ليس كل شيء. لعل نقل القرآن الكريم شفهياً هو أكثر جوانب حفظه إثارة للإعجاب، لكن للتقليد الكتابي دوراً بالغ الأهمية أيضاً. فبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم استشهد 70 من الصحابة حافظي كتاب الله في معركة واحدة، وقد هزت هذه المأساة المسلمين وأظهرت لهم أهمية حفظ القرآن الكريم كتاباً وليس في الصدور فحسب. لذا قرر الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثم الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه جمع القرآن الكريم في مصحف واحد. وقد قامت لجنة من الصحابة، كان العديد منهم يحفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب بتدوينه بدقة متناهية كما نزل من السماء دون أدنى خطأ. وتمكننا هذه المخطوطات القديمة مثل مخطوط برمنغهام أو مخطوط الطوب قابي من النظر إلى الماضي والتأكد من أن نص القرآن الكريم لم يتغير على مر القرون. تخيلوا معي، لقد قام الذكاء الاصطناعي الذي نسميه نحن بالذكاء الاصطناعي بتحليل هذه المخطوطات القديمة وقارنها بنسخ القرآن الكريم الموجودة اليوم. النتائج مذهلة حقا. مع نسبة الدقة تتجاوز 90%، أثبت الذكاء الاصطناعي أن القرآن الكريم قد حفظ كتابياً ولم يتغير أبداً. حتى الاختلافات الطفيفة في أسلوب الكتابة أو علامات الترقيم لا تؤثر على معنى القرآن أو طريقة قراءته. إن حقيقة كون نص ما محفوظاً جيداً إلى هذا الحد هو أمر استثنائي حقاً. نعلم أن العديد من الكتب المقدسة القديمة مثل الإنجيل أو التوراة قد خضعت لتغييرات كبيرة على مر القرون بسبب الترجمات والتحريرات، لكن القرآن الكريم من خلال كل من التقاليد الشفوية والمكتوبة قد حفظ بشكله الأصلي. ولكن إعجاز القرآن لا يكمن في حفظه المتقن فحسب، بل في جماله الفريد أيضا. فحتى من لا يعرفون اللغة العربية ينجذبون إلى إيقاعه ونغمته وبلاغته. إن لغة القرآن تتميز بأسلوب فريد وقوي يلمس قلوب من لا يفهمون معانيه. تظهر التحليلات اللغوية التي أجريت بمساعدة الذكاء الاصطناعي أن بنية القرآن ظلت متسقة على الرغم من نزوله على مدى 23 عاماً. ويعد هذا إنجازاً استثنائياً يدل على تماسك الأسلوب والإيقاع، وهو أمر يصعب على أمهر الكتاب الحفاظ عليه لفترة طويلة. يؤكد الذكاء الاصطناعي بثقة تصل إلى 80% أن لغة القرآن تظهر أسلوباً أدبياً متسقاً في النص بأكمله، مما يعد دليلاً قوياً على أن النص لم يتعرض لأي تغيير أو تحريف عبر الزمن. ويتضمن القرآن الكريم أيضاً أنماطاً رقمية مذهلة وبنى رياضية متناسقة بشكل استثنائي. وقد ساعدنا الذكاء الاصطناعي في الكشف عن هذه الأنماط في تكرار كلمات محددة وفي الأعداد وفي العناصر الهيكلية للقرآن الكريم. وعلى الرغم من أن هذا لا يشكل الدليل الأساسي على أصالة القرآن، إلا أن هذه الأنماط تضفي طابعاً مثيراً للاهتمام وتضيف طبقاً أخرى للتحليلات. وقد حسب الذكاء الاصطناعي أن احتمال كون هذه الأنماط الرقمية عشوائياً ضئيل جداً، مما يعزز فكرة أن بنية القرآن قد حفظت سليمة دون أي تغيير. تعد هذه نقطة مثيرة للاهتمام تستحق التأمل، وهي تعزز المزاعم الأوسع حول أصالة القرآن الكريم. ولمزيد من المعلومات حول هذه الأنماط الرقمية يمكنكم مشاهدة فيديو مخصص على قناتنا
يحلل فيه الذكاء الاصطناعي الأنماط الموجودة في القرآن ويحسب احتمالية كونها من صنع الإنسان. Break Timing Zero Point says: نعم، لنقم الآن بتجميع كل شيء معا. قام الذكاء الاصطناعي بتحليل 4 عوامل رئيسيا لتقييم أصالة القرآن الكريم: التقليد الشفهي والمخطوطات التاريخية والتحليل اللغوي والأنماط العددية. أولاً، التقليد الشفهي. بمستوى ثقة يبلغ يبرز هذا العامل باعتباره العامل الأقوى الذي يعكس دقة الحفظ عبر القرون. ثانياً، المخطوطات التاريخية. تشير البيانات التاريخية باحتمالية تبلغ إلى أن المصادر المكتوبة تتوافق بشكل شبه كامل مع النص المنقول شفهياً. ثالثاً، السلامة اللغوية. يقدم التحليل اللغوي الذي أجراه الذكاء الاصطناعي ثقة بنسبة 80% بأن أسلوب القرآن الكريم وهيكله لم يتغير على مر الزمن. وأخيراً، الأنماط العددية. على الرغم من أنها عامل إضافي، إلا أن هذه الأنماط بمستوى ثقة يبلغ 5 تقدم طبقة إضافية من الفهم عند أخذها بشكل منفصل، فإن جميع هذه العوامل مجتمعة تشكل ثقة واضحة بأن القرآن الكريم قد تم حفظه بشكل كامل بشكله الأصلي، مع كون التقليد الشفهي هو الدعامة الأقوى والمدعوم بالمخطوطات والسلامة اللغوية والأنماط العددية. وعندما ننظر إلى الكتب المقدسة الأخرى فإننا نجد فرقاً واضحاً. فالإنجيل والتوراة وغيرها من النصوص القديمة قد خضعت لتغييرات متعددة عبر الزمن. على سبيل المثال، تم جمع العهد الجديد بعد قرون من الأحداث التي يصفها، وهناك العديد من النسخ والترجمات المختلفة، مما أدى إلى اختلافات نصية لا حصر لها. ومن المتفق عليه أن الإنجيل الذي بين أيدينا اليوم ليس نقلاً حرفياً لكلمة الله، بل هو محاولة بشرية لنقل جوهر رسالة الله. وعلى الرغم من أن هذه الكتب المقدسة ذات أهمية كبيرة لمليارات الناس، إلا أنها لا تدعي نفس درجة الأصالة التي يدعيها القرآن. وهذا فرق جوهري، فالقرآن فريد من نوعه في الحفاظ على أصالته منذ وقت نزوله إلى يومنا هذا. لقد حفظ القرآن عن طريق التقاليد الشفهية والنسخ الخطية والحفظ الإلهي، وتعد هذه الأصالة دليلاً على صدق من أنزله. في عالم مليء بالشكوك وفي عصر يمكن فيه تحريف التاريخ بسهولة، يأتي إلينا أصالة القرآن الكريم كمنارة من اليقين ونجم ينير لنا الدرب. وسواء كنا مؤمنين أو مفكرين أو حتى مشككين، فإن أصالة القرآن الكريم تتجاوز حدود الدين، فهي دليل على رغبة الروح البشرية في الحفاظ على النقاء، وشهادة على وعد إلهي بأن المقدر محفوظ دائما. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا الحديث الشريف يؤكد على مسؤولية كل جيل من المسلمين في الحفاظ على كلام الله تعالى. وعلى مر القرون لم يكن العلماء وحدهم هم من حافظوا على هذا الوعد، بل كان عامة الناس أيضا، رجالا ونساء، بل وحتى أطفالا في جميع أنحاء العالم. إن حفظ القرآن الكريم ليس مجرد قصة من الماضي، بل هو معجزة مستمرة حتى يومنا هذا، ودليل حي على قدرة الكلام الإلهي على تحدي الزمن. وبغض النظر عن معتقداتنا حول نشأته، فإن قصة القرآن الكريم هي قصة ملهمة تؤثر في مليارات النفوس حول العالم. ندعوكم لاستكشاف القرآن الكريم وقراءة رسالته والتفكر في تأثيره العميق على العالم. هذه رحلتنا، وهذه فقط البداية. أمامنا الكثير من الاكتشافات الرائعة، وبمساعدة التكنولوجيا المتقدمة كذكاء إيبوبوم يمكننا كشف الحقيقة من زوايا مختلفة. فلننطلق سوياً في رحلة البحث عن المعرفة والحقيقة، ولنساعد الآخرين في العثور عليها.
شارك هذا الفيديو لننشر هذه الرسالة الجميلة في جميع أنحاء العالم. And the thumbs. اشترك في القناة وأعطنا إعجابك لتصبح جزء من شيء ذي معنى.